تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه كل جمعه، البرنامج اللي مستمر لاكثر من سنه وبيجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى. عشان هيك بحكي لكم تشتركوا فيها قبل ما ندخل بالقصه. الناس اخر فتره بالتعليقات اكثر من صديق بعث لي قال لي يا عواد يعني حزنتنا كثير اخر كم من اسبوع، مره تيجي تقولنا عن أسوأ مزحه، مره عن مدرب ضرب لاعب ونسيت مسيرته، جيب لنا قصه هيك غريبه شوي. فقلت والله لاجيب قصه خيال علمي. والخيال العلمي لما تيجي تقول لواحد بروسيا مونشنغلادباخ هزم بروسيا دورتموند 12 مقابل لا شيء، يجي يقول لك هاي سنه 1913 وبجوز هتلر اصلا دخل جيشه على الملعب، تيجي تقول له لا هاي ب 1978 وايضا بالعصر الملون وايضا في الدوري الالماني مش مباراه وديه وايضا في جوله حاسمه جدا للدوري، 12 مقابل لا شيء في زمن حديث مش قديم ابدا. كيف صارت هذه القصه؟ كيف صارت انه دورتموند يتعرض لاكبر خساره في تاريخه في كافه البطولات في كافه المراحل؟ كيف صارت انه دورتموند بتعرض لاكبر خساره في تاريخ الدوري الالماني ليومنا هذا؟ القصه بترجع لعام 1978، الدوري الالماني موسم 77-78، بروسيا مونشنغلادباخ في تلك الفتره كان اقوى فرق المانيا ومن ابرز فرق اوروبا. كنا بنحكي عن واحد جايب الدوري 3 مرات ورا بعض، نحكي عن فريق جايب بطولة كأس الاتحاد الأوروبي اللي هي الدوري الأوروبي حاليا سنة 85 وأيامها كانت البطولة أقوى لأنه الفرق اللي كانت تشارك فيها أكبر، وبنحكي عن وصيف دوري أبطال أوروبا عام 1977 وخسر مع ليفربول. بنحكي عن فريق في واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ ألمانيا والمدربين أيضا يوب هاينز. نحكي عن فريق مع مدافع واحد من أذكى المدافعين أيضا في ذلك العصر بيرتي فوغتس، وايضا اللاعب بونهوف اللي تحول اصلا لمساعد لبيرتي فوغتس لما كان يدرب المانيا. وهناك اسماء اخرى مهمه جدا، واحد منها دنماركي حاز على جائزه افضل لاعب في اوروبا عام 1977 وانتقل لبرشلونه. بنتكلم عن ألان سيمونسن، واحد من افضل المهاجمين في اوروبا في تلك الفتره. فريق هجومي رهيب بيلعب 3-4-3 حديثه جدا على الكره الالمانيه. بس شو حكيت انا قبل شوي وانا احكي الانجازات؟ قلت خسر نهائي دوري ابطال اوروبا 77، وصار فيه زي توتنهام لما خسر نهائي دوري الابطال. دخل الموسم اول 7 جولات مش تمام، عم بفوز 3 مباريات بس وعم ببعد كثير عن الصداره. 7 جولات مونشنغلادباخ في المركز 11، لكنه بعد ذلك انتفض جدا لمستوى انه في الاسبوع 22 كان وصيف الدوري بفارق 4 نقاط عن فريق كولن المتصدر. كولن ايضا اللي كان منتفض للعلم لانه بدا الموسم بخساره رهيبه 5-1 امام فورتونا، لكنه بعد ذلك ردت فعله خلته بالصداره بعد 22 جوله، منافسه شديده بين الاثنين، هذا يفوز هذا يفوز، ومونشنغلادباخ بده يخلص ال4 نقاط باي ثمن، وتذكروا انه وقتها كان الفوز بنقطتين مش ب3 نقاط، فانت محتاج خصمك يخسر مباراتين. مونشنغلادباخ يشدد الضغط، تقريبا ما طيع ولا نقطه الا تعادل مع بايرن ميونخ، في حين كولن سقط امام شالكا وتعادل مباراتين عشان يصيروا في الجولة 31 متعدين بالنقاط، وكملوا الاثنين للجولة 33 عم بفوزوا، ووصلنا الجولة الأخيرة في الدوري الألماني الجولة 34، الجولة اللي صار فيها سقوط دورتموند الرهيب. فارق الأهداف هو بحسم الدوري الألماني، كولن دخل الجولة الأخيرة مرتاح لأنه فارق الأهداف بينه وبين مونشنغلادباخ 10 أهداف، وعم بيلعب مباراة مع فريق مؤكد هبوطه رسميا سانت باولي. فبالتالي لو قال لك يعني لو بده يفوز مونشنغلادباخ فوز 6-7-8 لما يعني يدمر الدنيا، انا فايز بالدوري بكل اللي بدي اياه، افوز بجول والسلام عليكم. لكن ما كانت السلام عليكم حرفيا، انه مونشنغلادباخ كان عم بحضر لشيء اقرب للمستحيل، رغم انه خاض المباراه الاخيره على انها في ملعبه لكنها مش في ملعبه، اضطر يلعبها بفورتونا، واضطرت الجماهير 38,000 تنتقل معه من مدينته للمدينه الاخرى عشان يشجعوه في مباراه على الورق مستحيل انك تقدر تجيب فيها اللقب لانه الفارق 10 اهداف. واللي زاد من الاستحاله انه صحيح دورتموند وقتها ما كان قوي، مش دورتموند الحالي، لكن يعني هو اصلا كان هذا الموسم الثاني له بعد الصعود من الهبوط، لكنه كان فريق جيد، فريق من فرق الوسط صار، وفريق متعادل بالذهاب مع مونشنغلادباخ 3-3، فصعب تشوفه عم بيسقط باكثر من 10 اهداف بفارق كبير. مين عم بيدرب دورتموند وقتها؟ اوتوري هاجل. اوتوري هاجل الدفاعي اللي ما خلاش حد يجيب جول في اليونان اكل 12 جول في يوم واحد مع مونشنغلادباخ. هذه المباراه كانت حتكون الاخيره في مسيره عده لاعبين من الجيل الرائع تبع مونشنغلادباخ اللي وقف الجيل الذهبي تبع بايرن ميونخ اللي كان فيه بيكن باور وجيرد مولر. هذا المباراه كانت الاخيره ليوب هاينز رسميا،
نتيجة مشاكل صحية نتيجة تعدد إصابات في الركبة، وأيضا عدة لاعبين كانوا عم بيحضروا نفسهم للانتقال مثل الدنماركي ألان سيموسن. ولأنها الأخيرة ليوب هاينز أراد العالم كله يتذكرها، ومن الدقيقة الأولى النتيجة 1-0. يوب هاينز بيرجع بيسجل هدف في الدقيقة 12، ثم بيسجل زميله الدنماركي نيلسن الهدف الثالث في الدقيقة 13. هون حصل شيء غريب جدا، لعيبة بروسيا دورتموند ما عادوا مهتمين انهم يلعبوا كرة قدم، لمستوى انه الكرة لما دخلت الشباك تقريبا لعيبة دورتموند ما حبوا يطلعوها من الشباك او يسنتروها، فجأة فصلوا من المباراة بشكل غريب للغاية. حتركب مع تصريح للمدافع لوثر هوبر اللي كان مدافع في ذلك اللقاء، بشرح لك شو اللي صار بالضبط. Nachher wollte eben keiner mehr den Ball haben. Ich habe in der Partie habe ich lieber gespielt. Ich glaube, ich habe nur drei Bälle berührt im ganzen Spiel. الشباب تاعون دورتموند فصلوا تماما، النتيجة 6-0 في نهاية الشوط الأول. أوتوري هاجل بين الشوطين دخل على اللاعبين قال لهم يا عالم انسوا، انتوا اخسروا 1-2-3، انتوا الله لا يردكم لو تشيلوا 500، يا عالم اتذكروا كرامتكم كبريائكم شرفكم امام الناس، لانه ولا حدا حيصدق انكم ما تلعبتوا بالنتيجه لو اليوم مونشن جلادباخ جاب الدوري وخسروا كولن، الكل حيلومكم، ما حدا حيصدق ابدا انكم لعبتوا كره قدم. لاعبين دورتموند في الشوط الثاني لعبوا 14 دقيقة، دخلوا صامدين وقالوا خلص احنا كرامتنا وكبريائنا ولا كل هذا. فجيب هانكس قال لهم شو كرامتكم شو كبريائكم، الجول السابع في الدقيقة 59، وبعديها على طول نيلسن بيسجل الجول الثامن. هون الحكم صار يضطر يطلع يجيب الكرة لدورتموند لما تطلع اوت، يطلع يجيب الكرة لدورتموند لما تطلع ركنية. ليش الحكم كان يضطر؟ لأنه أيامها ما كانش في صبية الكرات في ألمانيا، فكان هو اللي بيضطر، متعودين كانوا اللعيبة يجيبوها، صاروا اللعيبه يخلوها خلص يعني بلها المباراه ليش نكمل. فالحكم صار يعني جامع كرات ما كان بس حكم كره قدم، لانه لعيبه دورتموند خرجوا من اللقاء اكثر من 100%. والاخطر من ذلك حترككم معه شو حكى هوبر. صحيح كلامه، دورتموند هو عم بينهار وعم بيخسر ب 12 ما غير ولا لاعب، في حين ايضا مونشن جلادباخ ما قام الا بتبديل واحد، اخراج الدنماركي ألان سيمونز اللي انصاب في الدقيقة 77 تقريبا. المباراة كملت ل 12-0. يوب هاينز ودع جماهيره بخماسية في شباك دورتموند، لكن هذا الفوز ما كان كافي. ليش؟ لأنه في الملعب الثاني صار شيء عكس شوي، كولن فاز بالنهاية 5-0، لكن للدقيقة 69 وهو متقدم بهدفين مقابل لا شيء، حتى النتيجة الكبيرة بلشت توصل جماهير سان باولي، لأنه المباراة في أرضها أمام خصمها كولن، فالجماهير حست انه في مؤامره عم بتصير في الملعب الثاني. يعني شو بصير قاعد شو 7 و8 و9 و10 على النتائج اللي عم توصل؟ فبدات جماهير سان باولي تشجع فريق كولن ضد فريقه عشان يسجل اهداف، وفعليا سجل الفريق 3 اهداف باخر 20 دقيقه 69 83 و88. وزادت جماهير سان باولي الامور فراحت، احتفلت مع جماهير كولن باللقب، ومن يومها صار في علاقه صداقه بين الفريقين ليومنا هذا. هذه 3 اهداف اللي سجلها كولن باخر 20 دقيقه هي اللي اعطته الدوري، لانه فاز بفارق 3 اهداف باللقب. وللعلم هذا اخر دوري فاز فيه كولن في تاريخه، وكان دوري غريب لانه القصه ما خلصت عند 12-0، القصه ولعت كثير بعد اللقاء. هيلبرت نيومان لاعب كولن بعد المباراه على طول بدل ما يحتفل هو بيصرح قال لا بدنا نفهم شو اللي صار هناك، اللي صار بين دورتموند مونشنجلادباخ لا يمكن استيعابه، لا يمكن فهمه، في شيء صار بدنا نفهمه. انطلقت الاشاعات، لاعبين بروسيا دورتموند اخذوا رشاوي عشان يفوزوا مونشنجلادباخ بنتيجه كبرى. حارس كولن هارر توني شومخر خرج بتصريح ايضا زاد النار توليع، وقال ما حصل في مباراه دورتموند مونشنجلادباخ مثير للاشمئزاز، لكني سعيد لاني فزت باللقب، يعني في شيء صار بما معناه. المضحك هون انه هارر شومخر بالاخير لعب مع بايرن ميونخ طبعا، ولعب مع دورتموند نفسه. اوتوري هاجل خرج بتصريحات تلفزيونيه مستعجله قبل ما تتم اقالته، وقال اللي بيعرفني بيعرف اني مستحيل اتآمر، اللي بيعرفني انه بيعرف مستحيل يصير تلاعب في مباراة انا موجود فيها. عطول الاتحاد الالماني بدأ يحقق شو بصير، قابل كل لعيبة بروسيا دورتموند سألهم شو اللي صار، ففي لاعب من اللاعبين قال لهم جواب يعني ربما كان مقنع ومضحك، قال لهم والله بلشت المباراة وكل تسديدة بشتوها عم تدخل جول، فيعني استسلمنا يعني ببساطة، يعني انت عم تلعب مع فريق عم تشعر انه خارق زيادة عن اللزوم وما عندناش شيء نلعب عشانه اليوم. الاتحاد الالماني ونتيجه انه كولن فاز بالدوري احتوى القصه وقال خلص يعني هو واضح انه اللعيبه بيقول لك احنا استسلمنا، هم معترفين انهم استسلموا، فاكتفى بتوجيه عقوبه الروح غير الرياضيه او اللعب غير الرياضي عندهم وما اتهمهم بالتلاعب، لكن العالم حولهم ما برأهم ابدا.
لاعب مونشنغلادباخ هربرت فيمر بعد سنوات قال: أنا سعيد في تلك الموسم أنه فاز فعلياً كولن باللقب، لأنه لو فزنا باللقب كان الناس لليوم عم بتحدثوا عنها كمؤامرة وكتلاعب، وهو ما صار شيء حسب وجهة نظر هربرت فيمر لاعب مونشنغلادباخ. الناس ما صدقت دورتموند ولا صدقت الاتحاد الألماني ولا صدقت حدا، لأنه بعديها كان في مباريات ودية لبروسيا دورتموند تحضير الموسم التالي، وإذا كانوا كل ما يروحوا على مباراة الناس تستناهم رفع يافطات أو تشجع وتسأل كم سيارة أخذتوا، كم ملعب أخذتوا، وين فلوسكم بتحطوها، بأي بنك خبتوها. وهذا الكلام كان يخلي لاعب دورتموند فعليا رأسهم بالأرض في كل مباراة عم بروحوا فيها، لأنهم مش بس تم إذلالهم بالنتيجة بل تم إذلالهم بالتهم الجديدة هنا. يعني خلينا نحكي دورتموند كان لازم يتحرك بشكل مختلف على طول. أقال أوتوري هاجن، واللي يعني خلينا نحكي تأثرت مسيرته لفترة، لأنه حتى اسمه في الإعلام تغير من أوتوري هاجل إلى تور هاجل. تور هاجل، تور معناها في الألماني هدف، وهاجل معناها زي العاصفة، فكأنك تحكي عن لاعب شلال أهداف، يعني هو شلال الأهداف. فتم انتقاده ودم فعليا تأثير كثير على مسيرته، ووافق يدرب أرمينيا بيلفيلد بعد ذلك وقادهم إلى كأس ألمانيا عام 1980. وشأت الصدف في ذلك القيادة أنه يهزم دورتموند نفسه بنصف النهائي، ثم يهزم كولن بعدها في النهائي، فيعيد ريهاجل السمعة لنفسه ويبدأ مسيرة انتهت بمعجزة 2004 مع اليونان. وفي تصريحات تلفزيونية لاحقة للاعب دورتموند وقائده مانفريد بوركس مولر، قال فيها: أوتوري هاجل ما كان يستحق الإقالة، احنا تلقينا 12-0 بسببنا، بسبب استسلامنا، لكن إدارة النادي واللاعبين كانوا بدهم كبش فداء، فقالوا ضحوا بالمدرب وخلينا نحملوا المسؤولية. ونسب لعدة لاعبين من دورتموند قولهم انه احنا كنا حزينين على طرده، لكن كنا سعيدين انه الناس دقت فيه، هم اللي سموه تور هاجل، هم اللي بلشوا فيه ونسيونا وحطونا على جنب شوي. إدارة دورتموند غرمت كل اللاعبين 2000 مارك ألماني، وقتها العملة الألمانية لكل لاعب. لكن في ضحية كبيرة كثير في القصة، اللي تلقى 12 جول، حارس المرمى. الحارس هو كان الحارس الثاني للفريق، اسمه بيتر اندرولات. هذا الحارس أخبروه يوم المباراة الصبح: مش هنجدد عقدك، هاي اخر مباراه لك واطلع. فأوتوري هاجل قال: خليني اعطيه فرصه حرام، يثبت نفسه، ياخذ له نادي ثاني. ما كان عارف انه عم بيعطيه فرصه ينهي مسيرته. هذا الحارس بعد ما طلع من دورتموند راح لعب مع فريق كان اسمه تنس بروسيا برلين موجود، تكمل معهم 3 مواسم تقريبا واعتزل وعمره 27 سنه. بيقول: اكبر غلطه عملتها في حياتي وضيعت مسيرتي اني ما طلعت بين الشوطين لما كانت النتيجه 6 وفريقي مستسلم. أوتوري هاجل سألني: بدك تكمل؟ قلت له: بدي أكمل، لأن حاب أثبت نفسي، أنا بدي أروح فريق ثاني بعدين. بس بيقول المشكلة الرئيسية إنه الناس نسيت إنه هذول 12 جول أنا صاد زيهم تقريبا، كل فرصة كان ممكن تنصد صديتها. لكن هو كلام منطقي، لأنه لما يجوا يقولوا لك لعيبة دورتموند إحنا استسلمنا، فمعناها أقوى هجوم تقريبا في أوروبا بتلك الفترة كان عم بنفرد بحارس واحد وعم بيسجل أهداف بكل سهولة. نختم بنقطتين خفيفات على الموضوع. مجلة إشت الألمانية كتبت بعد المباراة إنه كان في ورطة الناس مش منتبهيلها، ساعة المباريات عم توسع تسجل 12 هدف بس اللي كانت في ذلك اللقاء. وهذا معناه لو مونشنغلادباخ سجل هدف زيادة، اللاعب رقم 13 ملوش مكان، كانوا أيامها يحطوا النتيجة وتحتيها المسجلين الأهداف، بس هي بتوسع 12 اسم واحد. هذا القصة الأولى. القصة الثانية الأغرب إنه دورتموند تعادل قبل 12-0 3-3 وتعادل بعدها 2-2. هذا الشيء خلى الناس يقولوا: بدكم يانا نصدق انها كانت 12-0 طبيعيه؟ طبعا كل لاعبي دورتموند بياكدوا انها كانت طبيعيه وانها كانت مجرد استسلام في وقت ما كان في الاحترافيه حقيقيه، ما كان البعض عم يشعر شو ممكن يصير لما يتسبب بكارثه لفريقه، لتاريخ فريقه اللي مسجل حتى الان متلقي اكبر خساره في الدوري الالماني. باختصار هي قصه ممكن تصير مع اي واحد فينا، يكون عندنا يوم سيء جدا امام شخص في منافس في يومه الجيد جدا، وبعد فتره لا قلبك ولا عقلك ولا روحك يقبل يساعدك تقاوم فيصير اللي يصير. طبعا دورتموند نجح 100% بتلميع صورته لاحقا. دورتموند اللي بعد صعوده للدوري الألماني ب 20 سنة كان عم يفوز دوري الأبطال على حساب يوفنتوس. دورتموند اللي أصبح الآن جزء أساسي ووجه وركيزة أساسية بصناعة كرة القدم. هذه الخسارة كانت ممكن تهزه، كانت ممكن تدمره لو ثبت أنه في أي تورط، لكنه بالنهاية خرج وتعلم وظل بروسيا دورتموند الوجه المشرق للكرة الألمانية حاليا بجانب وجوه أخرى طبعا نعرفها جميعا. نوصل هون لنهاية حلقة قصة الجمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد. كالعادة في التعليقات بدي منكم اقتراحات لقصص، بدي تتركوا لايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.